الحمد لله مؤسسة واحد من الناس قدرت ترسم الفرحة على وجوه العرائس الأتيمات بمحافظة أسيوط وساهمت بتجهيز كل عروسة بوتاجاز وغسالة. شوف التقرير. عايزة جهاز عروسة وأنا إمكانياتي مش قادرة، فاتصلت بمؤسس واحد من الناس وساعدوني وجابوا لي الجهاز النهاردة. طلبت الغسالة والتلاجة وجابوا لي غسالة من النهاردة. اتصلت بالمؤسسة، مؤسسة واحد من الناس، عشان يجهزوا لي العروسة، وأنا فعلا جاية النهاردة أستلم الجهاز بتاع بنتي. أنا جاية أستلم الحاجة مع بنتي النهاردة، فرحانية. اتصلت بمؤسسة واحد من الناس وجابوا لي جهاز يعني، والحمد لله وجهاز استلمه يعني النهارده. بدي جهاز يعني وغساله وانبوبه وخلاط. هم جابوا لي اللي احنا عايزينه كله، وهي بنتي راحت نجته بنفسها وجبناه، وهم قاموا بالواجب معانا واحسن، والحمد لله كل حاجه جت. الحمد لله اللي طلبناه برضو جانا، جهازها كامل هيجي ان شاء الله. وشكرا لأهل الخير وواحد من الناس، وشكرا لأهل الخير كلهم اللي وقفوا معانا وساعدونا وجابونا برضو اللي احنا عايزينه. اتصلت بواحد من الناس وطلبت جهازي، جاب لي بوتجاز وجاب لي التلاجة وجاب لي غسالة وأنبوبة وخلاط، عشان انا ما كنتش مجهزة نفسي، واديني جاي مستلم جهاز العروس. وفرحانة ان بنتها تخش عقبال حجك ويعليك وينصرك ويعليك تاني وتاني.